السلام عليكم، كيف حالكم اليوم؟ بغيت نفصل معكم هاد التوب كسوة عصرية عادية، ماشي بحال كلوش او لا شي حاجة، لا عادية كسوة صيفية ولو انها بكميماتها. المهم هذا هو الوجه وهذا الظهر ديالها. ما عنديش العرض، ما عنديش بزاف، اذا غندير خارجة خارجة في داخلة، ما غنديرش توب على اربعة، غنخلي على جوج وغندير داخله في خارجه، اي غنفصل الامام بوحدو والخلف بوحدو. ناخذ الطول من هنا من هذا الجانب ومن الجانب الاخر، ناخذ الطول الامام والوراء. عندي مثلا 141 هكذا، ناخذها من القنت حتى القنت، راكم نتوما عارفين 141 الجهة الأخرى. غادي ناخذ هنا، نخلي هاد جوج 4 سنتيمتر على حساب السلسلة في الخلف، ها هي 4 سنتيمتر ماشي جوج، وغندير هنا 7 سنتيمتر، لان الكول ما بغيناش يكون سميتو مفتوح بزاف. دير 7 سنتيمتر هنا او 7.5، هاي 7.5، ننزل باثنان هنا، كنزلو باثنان هنايا وندور هكذا. اذا هذا اللي مفتوح هو اللي غيكون الخلف. عندي في الكتاف ندير من هاد 4 سنتيمتر، ما غنبقاش نخدم بها بحال انا غنحيدها من الحساب، غنحسب من هنا ابتداء من هنا. اذا غنحسب كتف، نديرو ليه مثلا 19 سنتيمتر فقط، 19 لان رقيقه السيده رقيقه، 19 وغنزل ب 19 هنا كذلك هكذا. غنشوف شحال عندها في الصدر، نجي نحيد هاد الربعه ثاني كذلك، هاد الربعه نحيدها ونحسب ابتداء من هاد الربعه. نحسب انت مثلا 25 جات هنا، 25 جات هنا، نقسم هاد المسافه هادي 19 هي 9.5، المهم ندير سطر هنايا بالنسبه للخلف. ندخل مثلا بواحد، وهاد النزله ننزل بجوج، الكاسيف ننزلو بجوج، ندير هكذا ننزل الكتف. غادي نجي من هنا، تقدروا ديروا ديك لا غيغ اللي كدار اولا تجيو ديروا هكذا مباشره بحال كيف كنت فسرت لكم في الجلابه هكذا. نزلوا بواحد 3 هنا، اذا من هاد 19 اللي قلنا غنزلوا ب3 وندور هاد، ما يبقاش يجينا هنا، غيجينا هكذا التركيز هنا. الجهه ديال الحزام غنزل من الفوق، غنزل ب 36، ما غنزلش ب 40 كاع، 36. هنا شحال درنا؟ تبدا مثلا 28 درنا هنا، غندخلو هنا ب نديرو 27 فقط، نقصو واحد، ندخلو شويه هكا. ومن هنا ما غنديرش الورك، ما غنديروش، غنزل مباشرة شوية ايفازي. كاين اللي كيدير لي بانس هنا، هنا كتجو الوسط هنايا، هنا مثلا عندي 27، غنخلي 10 هنايا وندخل هنا، أولا ديرو هنا مثلا عندي هنا ندير 10 هنايا،
تجيني هنا البانس. انا ما بغيتش ندير البانس، انا غنديرها عاديه. كاين اللي كيدير البانس هنا هكذا، واحد ونص هنا واحد ونص هنا، انا ما غنديرهمش هكذا في هذا الحزام. واحد ونص هنا يخرج واحد ونص هنا وكيجمع هاد البانسه، انا ما غنديرهاش لا. وكتطلعي ب 11 هنا و 11 هنا، انا ما غنديرهاش، غندير كسوه عاديه. مر الجلال الاسفل غادي ناخذ مثلا هنا هذيك الربعه ديال الخياطه اللي قلت لكم، الربعه ديال السلسله لا بد ما نحيدها من هنا، وغنحسب الجلال شحال فيه. هكذا غنديروا مثلا نديروا 37 38 اللي بغيتوا، اللي بغيتوا نديروا مثلا 38 هنا 38 هنا، باش نخلي باش نخلي الكتف ديال الخلف هكذا مثلا صافي. وغنطلعوا هنايا، غنطلع هنا بواحد 3 او 4 باش تجيني ما تجيش نازله من الاسفل للكسوه. وكديروا هكذا هكذا باش تجي دائريه من التحت هكذا، كطلعوا هكذا بهاد 3 سنتيمتر وتمشوا هنايا الاسفل هكذا. وغنلاقوا هنا مع الحزام، هذه غنلاقيها مع الحزام بمسطره. بالنسبه للتركيز راه كل عارف هي هذه المسطره ديال التركيز. المهم الان غادي نلاقي بهاد المسطره، نلاقي هاد الحزام ها هو مع الاسفل هكذا. غتجي ايفا زينيت وغادي نتراسي هكذا. حتى الاسفل هكذا مزيان. اذا بقينا غير الخلف والاكمام. بالنسبه للخلف راه نفس القياسات، غير هنا نزلت ب 14 لان هنايا سميتو لتحت درت فيه 38 وما بقاش ليا هنا كاين فين ندير الكتف، ولكن الصدر ما غيجينيش هنا حيت عندي الصدر فيه 28 ما غتجينيش هنايا. اذا علاش نزلت هاد 14 سنتيمتر، غنديرها سميتو الطبطين ديال الكول. اذا هنا غادي نحسب شحال درت هنا 19 في هذا الامام. دابا الامام غيجي مسدود، درت 19 غنزل هنا ب 3 سنتيمتر هنا، ندير كذلك 7 ونص في الدوره ديال الكول، 7 ونص كيف درت في الامام، نزلو هنا ب 11 هنا، نديرو التقويره هكذا دائريه ونزل الكتف نزلو ها هو صافي. نزلت الكتف هنا لان انا غنقص واحد جوج سنتيمتر طول ديال الامام، غيتنقص على جوج سنتيمتر على الطول ديال الخلف. هذه دائما كنديروها حنايا. اذا غندير هنا جوج هكذا، هاد جوج غنجي هنا الكتف هنا الفوق الفوق، وغندير هكذا بحال راه جوج ديال الخلف جوج. هذا نحسب في الاول 19 لان داك كيف درتها في الاول هنا 19، ندير هكذا عندي 28 غتجيني قد قد هنا، 28 غتجيني قد قد هنا ها هي. غنزل 3 كيف قلت لكم في الوراء، نزلت ب 3 هكذا. غنجيب هذيك هنا هاد 19، غنجيب واحد الخط هنا مباشره، قلنا 19 اي 9 ونص هو الوسط ديال هنا ديال التركيز. غندخل باثنان لان الامام هكا، وغنجي من هنا وندير هكذا. بغيت ديروا اليدين ديالكم هكذا، بغيت ديروا بهذيك لا ريغل مزيان كيجي مزيان، الدوره كتجي مزيان. ها نتوما ها نتوما ها هي، اذا درتو بلا ريغل كتجي شويه هكا هانتوما الدخله، هادوك الجوج اللي دخلت بيهم وهكذا. هنا لان اللي درتو بيديكم ما كتجيبوش هاد الدوره مزيانه. شحال قلنا حنا درنا هنايا 38 38 درنا هنا، نقصت واحد هي 27 هكذا. وغندخل هاد الدخله هنا وغنزل ندير كيف درت 38 في الجليل في الاسفل، غنديرها في تما في سميتو وصافي. ونقطع نقطع هكذا وندير نتلاقاو في الكمايم. بقى غنقطع
هكذا الامام الخلف داك اللي مفتوح، من هنا الجداد راكم شفتوا انه من هنايا، من هنا غنقطع من هاد الجهه هكذا ونطلع هكذا ونطلع دائما كنخلو سنتيم ديال السورجي، سنتيم ديال الخياطة. انا خديت سنتيم ديال السورجي، خديت سنتيم ديال الخياطة، سنتيم ديال الخياطة شخديتو مع القياس، ولكن هذا ديال السورجي لان في بعض المرات كيسورجو ويحيدو سنتيم. بالنسبة للامام الا كنتو باغي ديرو البانس، هاد البانس هاد سميتو حيت هادو كتجمعوهم هكذا، اذا كتضيفوا هاد الثلاثه اللي درتو هنا واحد اونص واحد اونص، كتضيفوا ثلاثه هدايا هكذا، كتضيفوا ثلاثه لابد ديروا البانس، كتضيفوا ثلاثه هنايا باش ماشي ضيق عليكم تاخذوا القياس خطا، هكذا كتخيطوها هكذا وكتضيفوا ثلاثه هنايا لابد. هذيك 14 سنتيمتر اللي نقص من الفوق هي هذه سته، هاي في هي طلعت هنا بثلاثه وقطعت الجلد ديال الامام، تقدروا تنساو هاد 14، هي هادي ها هي لما قطعت نقصت 14 وفصلت الفوق ديال الامام، انا زدتها هنا، هادي غنقصها، هادي غنقص نحيدها، وهذيك راني زدتها ما تنساوش. فيديو قلت لكم ان الامام كيكون اقل طولا من الخلف، اذا هنا لما كنكملوا هكذا كنقصوا هنا واحد جوج سنتيمتر هكذا، كنزلوا بجوج سنتيمتر على حساب اللي بغيتو نتوما، تقدروا تمشوا ديريكت هنا مباشره هنا اولا تنقصوا 2 سنتيمتر حتى هنا هانتوما، باش عرفتوا علاش هذه كنحيدوها، لان الا كانت بقات لينا في الامام دائما كتبان لك الكسوه ولا الجلابه راجعه للور، هكا الكتاف كيرجعوا لك للور، لان كيكون قد الامام قد الخلف، ولكن الا كان الخلف الخلف فايت الامام بهاد سميتو شويه هاد جوج سميتو الجلابه او الكسوه كتجيكم قد مع الكتاف. بالنسبه لكم غديروا واحد 4 ها نتوما، بشحال درنا الكتاف؟ الكتاف درناهم 19 ونزلت هذاك التركيز نزلته ب 19 ولكن زائد ديك ثلاثه اللي درت ثلاثه ديال سميتو باش زدت التركيز، اذا 19 زائد 3 هي 22. اذا المهم اول شيء غادي نتراسي واحد الخط هنا من غنعرف من ندوز هكذا يكون مستقيم هكذا، من هنا هذا هو الجهه مسدوده، اذا غنشوف 22 فين جات هكذا، هي هذه 22 جات، ها هي شفتوها 22 جات قد هنا، هاهي حنا نقدروا نديرو من 8 ل 12 هنايا، شوف شحال عندي هنا، ها هي 8 قد ها شفتوها 8، اذا عندي هنايا غادي نقسمها على جوج، هاد 22 غنقسمها على جوج، هي 11 هنا 11 هي هادي، هاد 11 غنقسمها على جوج مثلا هكذا هكذا، من هاد الجهه من هاد الجهه ديال الجهه اللي كاين سميتو اللي غتجي للكتف، من هاد الجهه كنخرج هنا بواحد فقط، هنا واحد وهنا باثنان في هاد النقطه، وهادي غندخل في وسط منها، اذا هنا النقطه الاولى غنطلع بواحد، النقطه الثانيه غندخل وسط منها، النقطه الثالثه غنزل بجوج، اذا غندير هكذا ندخل في هادي ونمشي هكذا هكذا جيتكم شفتوا، هو هاد الكم سميتو، اذا غادي نتراسو واحد الخط من هنا للاسفل الفم الكم، بغيتو يكون فيه 60 سنتيمتر، انا غناخذها الاحسن يكون عندك التوب شيط ماشي بحال الى خاصك هكذا، نتراسي هاد الجهه
هذا هو فم الكم او راس الكم اللي كاين اللي كيقول ليه فم الكم كاين اللي كيقول ليه راس الكم هو هذا. شحال غناخذو؟ انا ما غنديش ديك الباندا اللي كتكون هنا، غناخذ غير هنايا نقدروا ناخذو هنايا 12 13 14 اللي بغيتو. انا غناخذ لها 14 باش تجيها شويه متسعه. لاقي هاد النقطه هادي مع هاد النقطه ديال داء الباك هكذا، ديروها بالمسطره هاد السيده. ما غتبغيش لكم ضيق، الا كان الا بغات لكم ضيق غنعبروا ليها من هنا. نسمع حنا هنايا 19، نقدروا نقصوا ليها من هاد العرض ديال الكتف ديال الساعد ديال الساعد هنا، وندخلوا ليها هنا واحد الدخله، ندخلوها هكذا وسيروا هكذا بحال القميجه. اما هي كتبغيه شويه مرخوفه ما كاينلاش. وهنا نقدر ننزل بشو سنتيمتر باش ما تجينيش هاد الودينه هكذا طالعه هكذا. صافي هي هذا الكم ديالي. دائما من الكم انه هو هذا قد لا بد ما ناخذو الثوب ديالنا هكذا ونديرو هكذا. هذا حيت غيتخيط من هنا واحد سنتيمتر غيتخيط هنا، خرجوه هنا وهكذا وهكذا. اذا جات قد شتيها هاي قد. اذا دابا نبقى غنقطع، كل كيعرف كيفاش يقطع هكذا. خلو غير شويه السورجي لان كندخلو حنايا الخياطه كندخلوها. كوم كيجيكم عصري غتدخلوا من هنا شويه، غتاخذوا غير جوج هادو جوج الاولين الفوقانيين وغتدخلوا هنايا هكذا جو هكذا، وتدخلوا بواحد جوج سنتيمتر هنا هكذا، وتخرجوا هكذا في الصفر هنايا هكذا. عندكم تقطعوا حتى التحتاني. هذا غيجي الامام، هاد الجهه اللي مقطعه اكثر من الاخرى غتجي في الامام. هادو بجوجهم غيجيو في الامام. ندير لكم باغومونتور اي داك الطبطين اللي كيكون من الفوق هنا من الكول هكذا. ناخذوا الامام هو هذا قلنا بانه مسدود هكذا، نوضع تحت منه هذا مسدود حتى هو. ها نتوما لاحظوا ندير هكذا يكون قد هانتوما السوم يكونوا قد هكذا من هنا هانتوما. غنتراسو من هنا ونتراسو حتى هنا، تراسو حتى شويه هنايا باش تجي هكذا شويه ويبقى لتحت الاسفل هنا. اذا غنديرو هكذا تجي واحد القطعه هنايا محلوله، غادي نعاود واحده اخرى هادي ونقطعها هكذا. لابد تكبروا ماشي مشكل. هادي ديال الامام، ديال الخلف غتجي محلوله الخلف هاهي هدرنا. لأن هادي طويلة لأن في هاديك 4 سنتيمتر اللي زدنا. ونقطعوها من هنا لأن الخلف راه محلول، هما جوج صافي. ونبقى دابا على الخياطة إن شاء الله.